الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. تحفيزاً للاستثمار، رئيس مجلس الوزراء يوجه بالترويج لخدمات تأسيس الشركات إلكترونياً. عشية انعقاد قمة دول مجموعة إكواس، الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على النيجر. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشاري رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشاري رئيس الجمهورية للشؤون المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر. وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، حيث تم استعراض عددا من الموضوعات وملفات العمل. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الزيارة التي قام بها مؤخرا للعاصمة الأردنية عمان وترأسه لوفد رفيع المستوى لحضور اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الحالية 31، لافتا إلى أن الاجتماع شهد بحث سبل دعم وتعزيز آليات التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف المسؤولين من الجانبين المصري والأردني لمتابعة ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا المشتركة من توصيات وقرارات ووثائق تعاون لتحقيق آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين. كما وجه رئيس الوزراء الشكر لوزارتي الخارجية والتعاون الدولي وفريق الخبراء والفنيين على جهودهما المبذولة في التنسيق لأعمال اللجنة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بمدينة العالمين الجديدة على عدد من القرارات نستعرض أبرزها. We'll be right back.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونيا عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، وهي شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط. وأكد مدبولي أن التأسيس الإلكتروني للشركات أحد أهم قرارات الأعلى للاستثمار، ويضفي قدرا كبيرا من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة لجذب الاستثمار. ووجه مدبولي بالترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة وصولا إلى تأسيس الشركة إلكترونيا. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجالات التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين بوزارة قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، كما يشمل التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل والتدريب العملي في مواقع العمل، وكذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية. ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها، والعمل على تنفيذ خطط طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام. شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الخاصة لإدارة المستشفيات للتعاون في مجالات رفع جودة وكفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان. كما تم الاتفاق على تطوير مركز أورام دار السلام هرمل ليصبح فرعا للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي، ذلك داخل مصر، حيث تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة محل الاهتمام المشترك، منها إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. يتواصل في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب انعقاد الجلسات المتخصصة للحوار الوطني، حيث تعقد جلسة متخصصة حول صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات بالمحور السياسي. وفي المحور الاقتصادي تعقد لجنة الاستثمار الخاص جلسة متخصصة تحت عنوان ما بين الواقع والفرص والتحديات. كما تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي جلسة متخصصة ضمن المحور الاقتصادي بشأن دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.
ويطلعنا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني على آخر التفاصيل الخاصة بالجلسات المتخصصة للحوار الوطني. استمرارا لانعقاد الجلسات المتخصصة هنا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، انعقدت اليوم منذ ساعات الصباح ثلاث جلسات متخصصة. الأولى كانت إحدى اللجان الخاصة بالمحور السياسي وهي لجنة المحليات، وكانت جلسة تحت عنوان جلسة صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه فيما يخص الانتخابات المحلية. تم عرض العديد من المناقشات خلال الجلسة فيما يخص النظام الانتخابي للمحليات، وكان هناك أيضا توجه بأن يكون هناك نظام ما بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة بنسبة 75% للقائمة المطلقة و 25% للقائمة النسبية. أما فيما يخص اللجنتين الأخرتين التي انعقدت اليوم أيضا وهي من اللجان المتخصصة، كانت تتبعان المحور الاقتصادي. أولى هذه اللجنتان هي جلسة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ما بين الواقع والفرص والتحديات، وكانت هذه ضمن لجنة الاستثمار وبالطبع هي من المحور الاقتصادي. تم استعراض عدد من الآراء فيما يخص قوانين الاستثمار الحالية، وأيضا إذا كان هناك حاجة لمزيد من التشريعات فيما يخص الاستثمار، وأيضا تم مناقشة مناخ الاستثمار بمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية والمتخصصين والأكاديميين أيضا في هذا المجال. الجلسة الثالثة التي عقدت اليوم وهي أيضا كانت من المحور الاقتصادي، كانت تخص لجنة الأمن الغذائي والزراعة، وكانت جلسة تحت عنوان جلسة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، دعم الائتمان والديون. تم خلال هذه الجلسة استعراض عدد من مطالب الفلاحين والمزارعين، وأيضا الدعوة للاستفادة من مراكز الأبحاث والبحوث الزراعية المنتشرة في شتى ربوع الجمهورية للاستفادة منها في الاستثمار الزراعي، وأيضا تعظيم التصدير الزراعي لتوفير العملة الصعبة. كانت هذه هي أبرز الجلسات الثلاثة التي عقدت اليوم في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وما زالت جلسات المتخصصة والمقرر أيضا أن تنعقد خلال الأيام المقبلة تباعا لمناقشة ما تم طرحه ومناقشته في الجلسات العامة، ومن ثم رفع هذه التوصيات إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. إليكم زملائي في الاستوديو. تتواصل الاشتباكات في عدد من المناطق بالسودان بين قوات الجيش والدعم السريع، هذا وأعلن الجيش السوداني أن قواته تنفذ عمليات نوعية واسعة بمنطقة أم درمان، مشيرة إلى أنها استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع بالمنطقة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. كما أكد الجيش السوداني أن قواته تقوم بعمليات تمشيط في مناطق أخرى بأم درمان. هذا وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تدهور الأوضاع الصحية في السودان مع تجاوز عدد النازحين حجز 4 ملايين شخص بسبب الحرب. وأكدت المفوضية أن الاحتياجات في السودان تفوق بشكل كبير الموارد المتاحة وصفة الأوضاع بالمزرية. وأشارت المفوضية إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وتفشي الأمراض وزيادة الوفيات بسبب نقص الطعام والدواء مع استمرار نزوح العديد من العائلات منذ أسابيع. وأكدت المنظمة الأممية أن النقص المزمن في عدد العاملين في المجال الصحي فضلا عن الهجمات التي استهدفت الموظفين والتي سجلتها منظمة الصحة العالمية أدت إلى الإضرار بشكل كبير بجودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنافي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا خلال لقاء بالعاصمة طرابلس. يأتي هذا اللقاء في إطار الاتصالات التي وعد باتيلي بتكثيفها مع مختلف الأطراف الليبية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية حتى إجراء الانتخابات. بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إقرار أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر، وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في صياغة وثيقة العقوبات إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية. أعلنت روسيا دعمها لجهود الوساطة الإفريقية لحل الأزمة في النيجر، وأكدت الخارجية الروسية أن تدخل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس في شؤون دولة ذات سيادة لن يسهم في تحقيق سلام دائم في النيجر أو في استقرار الوضع في منطقة الساحل، مشيرة إلى أنها تعول على إيجاد حلول مقبولة في إطار مزيد من الجهود الدبلوماسية لمجموعة إيكواس. يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس اجتماعا جديدا غدا الخميس لبحث الوضع في النيجر. هذا وأعلنت إيكواس أنها ستواصل اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر، ويأتي ذلك بعد قيام وفد المجموعة بزيارة أولى إلى النيجر فشل خلالها في لقاء الرئيس المنتخب محمد بازوم أو قائد المجموعة العسكرية. حالة من التوتر المتزايد تعيشها منطقة الساحل الإفريقي على وقع الأحداث في النيجر واستيلاء إحدى المجموعات العسكرية هناك على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، في ظل رفض الدول الغربية لا سيما فرنسا للأحداث في النيجر والرغبة في استعادة المسار الدستوري هناك، وما تبع ذلك من عقوبات اقتصادية على السلطة الحالية في نيامي. بدا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس هي السبيل الأمثل لحل الأزمة إما دبلوماسيا أو عن طريق التدخل العسكري الذي رفضته العديد من الدول. وفد إيكواس قام بزيارة أولى إلى النيجر فشل خلالها في لقاء الرئيس المنتخب محمد بازوم أو قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة عبد الرحمن تياني، ووسط نية المجموعة إرسال وفد آخر إلى نيامي قبل انعقاد قمة قادة المجموعة، أبلغت السلطات في نيامي المجموعة بعدم إمكانية إتمام الزيارة في الوقت الحالي لأسباب أمنية تعود إلى أجواء التهديد بالتدخل عسكريا في البلاد. يضاف موقف رفض زيارة وفد إيكواس إلى مؤشر آخر وهو تعيين رئيس وزراء جديد، بما يؤكد إصرار المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر على المضي قدما في خططها بشأن الإمساك بزمام الأمور في البلاد، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حل دبلوماسي دعت إليه دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. ونشرة السادسة ما زالت متواصلة معكم ونتابع فيها. روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا للطاقة النووية بطائرة مسيرة والأخيرة تنفي. نفت كييف اتهام موسكو لها باستهداف محطة زابوريجيا للطاقة النووية بطائرة مسيرة. وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن قوات الأمن أن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستنفد في محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة، وقالت الوكالة إن قوات الأمن الروسية توصلت إلى استنتاجها من خلال تحليل مسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها، ووزعت صورة للطائرة المسيرة التي تقول إنها استخدمت في الهجوم.
أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الغرب قام بنشر مجموعة من القوات بالقرب من حدود روسيا الاتحادية تقدر بنحو 360 ألف عسكري و 8000 عربة مدرعة و 650 مقاتلة وطائرة هليكوبتر. واتهم شويغو بولندا بأنها أطلقت حملة لشراء أسلحة من الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية بهدف تشكيل قوات لاحتلال غربي أوكرانيا على حد قوله. كما أكد شويغو أن روسيا ستعزز قواتها العسكرية على الحدود الغربية تحسبا لأي تطورات. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو. أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الهجوم الأوكراني لم يسفر عن سقوط أي ضحايا أو أضرار. لا تهدئة ولا هدنة، هكذا الأوضاع تتأزم بين موسكو وكييف، لا سيما بعد أن سيطرت حرب المسيرات على الموقف. الدفاعات الجوية الروسية أعلنت إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو في وقت تزداد فيه الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية بعد أن سعت أوكرانيا لتحويل ساحة الصراع إلى موسكو. رئيس بلدية موسكو أعلن إسقاط إحدى المسيرتين في منطقة دومودوفو جنوبي العاصمة والثانية في منطقة طريق مينسك السريع، حيث حاولت المسيرتان دخول أجواء المدينة فيما انتشرت خدمات الطوارئ في مكان الواقعة. استهداف لم يكن هو الأول من نوعه، حيث شهدت موسكو الأسبوع الماضي هجمات عدة بمسيرات بما في ذلك هجوم ألحق أضرارا بمبنى تجاري في حي للأعمال استهدف مرتين خلال أيام. يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الروسي استهدافه مركزا للقيادة العسكرية الأوكرانية في بوكروفيسك بشرق أوكرانيا، فيما اتهمته كييف من جهتها بقصف مباني مدنية أسفرت عن مقتل وإصابة العديد. وازدادت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيرات الأوكرانية على الأراضي الروسية، وهي غالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم. ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون ألكسندر بروكودين أن القوات الروسية قصفت خيرسون 66 مرة مما أدى إلى إصابة مدنيين. وأشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في مستوطنات المنطقة وأسفر القصف عن إصابة شخصين بجروح. من جهته قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونتساك بافلو كيرالينكو إن القوات الروسية أصابت مدنيين اثنين في منطقتي يامبل وميكولايفكا، مشيرا إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولونوفكا. أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن بلاده تترك الباب مفتوحا أمام استئناف صفقة الحبوب بشرط إزالة جميع الانتهاكات في تنفيذها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وشدد أنتونوف على ضرورة رفع القيود عن تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الشركات الروسية لا تزال تواجه صعوبات مالية ولوجستية حتى خلال نقل الأسمدة إلى الدول المحتاجة دون مقابل.
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلا من الدولار في إطار التخلي عن العملة الأمريكية. وذكرت الرئاسة الروسية أنه بناء على المرسوم يمكن للمشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقاومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك روسية معتمدة لهذا الغرض، ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية. وستدخل الإجراءات الروسية حيز تنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم. خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الأمريكية الصغيرة ومتوسطة الحجم، وأشارت موديز إلى أنها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبيرة الأخرى في الولايات المتحدة. القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال قويا، هكذا أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني. تصريح جاء رغم تخفيض الوكالة تصنيف 10 بنوك أمريكية، محذرة في الوقت ذاته من أنها قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الكبرى الأخرى. في غضون ذلك تراجع العجز التجاري الأمريكي بشدة في يونيو مع تقليص الشركات من مشترياتها من السلع الرأسمالية الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عام ونصف العام. انخفاض الواردات الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية يشير على الأرجح إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب المحلي الإجمالي وسط الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وزارة التجارة أعلنت وعدلت بيانات مايو لتظهر تراجع العجز إلى 68.3 مليار دولار بدلا من 69 مليار دولار كما ورد في السابق. واردات السلع والخدمات انخفضت هي الأخرى 1% لتصل إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر من عام 2021. انخفضت الصادرات ب1% لتصل إلى 247.5 مليار دولار. كانت الصادرات البترولية هي الأدنى منذ أكتوبر من العام 2021. انخفض الانتاج الصناعي في ألمانيا في يونيو للشهر الثاني على التوالي على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب في هذا القطاع، الأمر الذي يؤثر منذ عدة أشهر على القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا. أضاف مكتب الإحصاء ديستاتس أضاف أن الانتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.5% خلال شهر واحد وفق البيانات المعدلة للتغيرات الموسمية وأيام العمل، وعلى أساس سنوي انخفض الانتاج بنسبة 1.7%. وتأثرت الصناعة الألمانية بالانخفاض الحاد في الطلب المحلي بسبب التضخم، والذي لا يزال عند مستويات عالية بنسبة 6.2% على مدى عام واحد في يوليو، وبسبب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة. انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين إلى النطاق السلبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت ضغط استهلاك داخلي متباطئ يشكل تحدياً بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وكشف مكتب الإحصاء الوطني عن تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0.3% في يوليو بمعدل سنوي. شهدت الصين فترة قصيرة من انكماش الأسعار في نهاية 2020 ومطلع 2021، تعود فترة انكماش الأسعار السابقة إلى عام 2009. أكدت وزارة المالية الكويتية أن صندوق السيادة الذي اقترحت الحكومة إنشاؤه للاستثمار في البلاد سيجمع تحته الشركات الحكومية ويديرها بأسلوب القطاع الخاص. وأشارت الوزارة الكويتية إلى ضرورة جمع هذه الشركات والدخول بها في شركات دولية لتطوير أدائها وفتح شركات دولية لتطوير أصول البلاد وممتلكاتها وخلق تنافس على مستوى دولي وعالمي. وأوضح أن هذا الصندوق سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في الكويت، منها أملاك وأراضي الدولة لاستثمارها في مشاريع متطورة جدا من خلال هذا الصندوق.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 10 طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة. وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أن الطائرات الصينية كانت برفقة 5 سفن حربية صينية تشارك في دوريات استعداد قتالي في ثاني توغل من نوعه هذا الأسبوع. ذكرت وزارة الدفاع أن الجيش التايواني أرسل سفنا وطائرات لمراقبة الوضع. ذكرت الخارجية الصينية أن الصين وروسيا وجهتا استفسارات فنية لليابان بشأن خطتها لصرف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر. وطلبت الخارجية الصينية اليابان بإيقاف خطة الصرف فورا ومناقشة جميع الخيارات الممكنة للتخلص الآمن من هذه المياه المشعة إذا كانت جادة في معالجة مخاوف جيرانها. أعلنت بريطانيا أنها أبرمت اتفاقا مع تركيا في مسعى لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك من خلال عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين. وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستدعم مركزا شرطيا تركيا جديدا من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة. لقي 41 مهاجرا حتفهم في غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وكان 4 أشخاص قد نجوا من الحادث. وأبلغوا رجال الإنقاذ بأنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية. لقي 11 شخصا مصرعهم بعدما اندلع حريق في منزل لقضاء العطلات لذوي الاحتياجات الخاصة بشرق فرنسا. اندلع الحريق أثناء نوم المقيمين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يقومون على رعايتهم في المبنى المكون من طابقين. ووصف أحد رجال الأطفاء الحريق بأنه مأساة صادمة، وقال أنهم عثروا على 8 جثث. يعتقد أنه تم تحديد أماكن 3 جثث أخرى تحت الأنقاض. vu ce qui s'était passé notamment l'année dernière et les feux que nous avons connus. أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما متزايدا بتنمية المناطق الحدودية خاصة سيناء، فإلى جانب الجهود العسكرية التي خاضتها الأجهزة الأمنية لتطهير أرض الفيروز من البؤر الإرهابية، انطلق قطار التنمية في كافة المجالات. وشارك أبناء وقبائل سيناء في قطار عملية التنمية الشاملة لسيناء، فضلا عن اصطفافهم إلى جانب الجهود الأمنية والتنموية والتي قادتها الدولة المصرية لمحاربة الإرهاب في سيناء. وللمزيد حول دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير ومواجهة الإرهاب، معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. بعد التحية، إذن كيف تقرأ وترى دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير في سيناء؟
يعني بالتأكيد الحقيقة يعني احنا أولا أهل سيناء وقضاء سيناء لعبوا دور مهم جدا في مواجهة الإرهاب، لأنهم كانوا مضرورين بالإرهاب ضرر مباشر، مش بس الإرهاب اللي كان على الأرض لكن كمان حتى الإرهاب دعم الإرهاب اللي كان موجود في قنوات وفي منصات في الخارج وغيره، فكانوا واعيين جدا لهذا الأمر ومدركين لده. والحقيقة إنه الدولة لم تتأخر يعني من الرئيس على مدى سنوات حجم اللي ما تم إنفاقه في قناة مدن في بنية أساسية في محطات تنقية في مشروعات تتجاوز كمان يعني مش بس في السياحة في الصناعة في الزراعة 500,000 فدان، كل ده مهم جدا لأنه ربط أهالي سيناء، يعني أهالي سيناء لعبوا دور مهم جدا فيه وما زالوا مؤمنين بهذا الأمر، لأنه سيناء على مدى عقود كان في مطالب بأنها تكون جزء من التعمير وأنها هي خط مواجهة حقيقي وأن وجود مدن ووجود مجتمعات قابلة للتنوع. وأظن أن ما أنفق بس مشروعات، لو احنا عارفين أنه الأنفاق اللي ربط سيناء بالوادي والدلتا على مدى سنوات، المياه اللي راحت، الخطوط المختلفة، التفكير في خطوط قطارات، التفكير في خطوط للنقل والسيارات، أصبح ربط مباشر وفر وقت وجهد كبير. كل ده الحقيقة بيدعم فكرة التنمية والبنية الأساسية وفتح الباب ليه حجم ضخم من التنمية، مدن مختلفة، سياقات وزراعة وصناعة وكل شيء. بالتالي أبناء سيناء شركاء في هذا الأمر. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعياد مختلفة بيوجه التحية دايما لأهل سيناء، بيقول إن إحنا كمان ما بنوجه لهم الشكر ما بنشكرش بالكلام، إحنا بنشكر عمليا بإننا نقدم لهم كل ما يمكن من تنمية ومن دور وغيره. وأبناء سيناء مدركين لهذا الأمر وعلى يعني على العهد دائما في هذا السياق، وبيلعبوا دور مهم جدا أولا في التأمين، في القيام بدور مهم، ويمكن شوفنا دورهم في المسلسلات كان ظاهر وده دور توثيقي. يعني الحقيقة أتوقف الحقيقة عند هذه النقطة الهامة وهو الدور الوثائقي لأهالي وأبناء سيناء في دعم الأجهزة الأمنية بجناحها الشرطة والجيش في مكافحة ومقاومة الإرهاب. طبعا دور مهم جدا، والحقيقة دور في غاية الأهمية، لأنه دور أولا دفاعا عن نفسهم واستكمالا لدورهم الوطني. أهالي سيناء على مدى التاريخ الحديث والتاريخ الممتد لعبوا دور مهم جدا مع القوات المسلحة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي قبل كده وفي مواجهة العدوان، وأدوار كلها مسجلة في التاريخ، في أبطال كثيرين حصلوا على نجمة سيناء وغيره. نفس الأمر فيما يتعلق بالإرهاب، والإرهاب ليس حربا نظامية خطورته أنه حرب متعددة، حرب لها دعم خارجي، حرب لها اتصالات خارجية، حرب لها سياقات مختلفة، وبالتالي دورهم كان في غاية الأهمية مع أبنائنا من الجيش والشرطة، لعبوا دور في غاية الأهمية. وطول الوقت الحقيقة هذه العلاقة كانت مهمة وتم تقديمه أعمال وثائقية ومسجل بشكل رئيسي، وكمان لعبوا دور في مواجهة الأكاذيب اللي تم ترديدها أنه في تهجير وفي غيره، كانوا بيردوا بشكل واضح جدا وبيعلموا إزاي أنه الأمر فيه تنمية وفي سياقات مختلفة. يعني الحقيقة أنه المواجهة مع الإرهاب كانت مواجهة مهمة جدا، والرئيس أكد ده وكل الشعب المصري عارف هذا الأمر، فده دور مهم. وبالتالي فالتنمية كمان حق من حقوقهم، جزء مهم وهي تنمية في كافة المجالات. الحقيقة أشكرك شكرا جزيلا الكاتب.
تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من شهر أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين. تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1,000,000 زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين فعاليات رياضية، مسابقات ترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك هذا الأسبوع في مهرجان العالم عالمين. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرت، ما زالت هذه الحفلات وهذه النشاطات الرياضية مستمرة في مهرجان العالمين في نسخته الأولى 2023، وتحديدا الاستعدادات الآن على قدم وساق استعدادا لحفل الغد وهو حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، بالإضافة بالطبع للفنان الكبير بهاء سلطان وأيضا الفنانة كارول سماحة. الآن بينما نحن نتحدث على يميني بالفعل هذا المسرح الصغير سيقام فيه احتفال الموسيقار الكبير عمر خيرت، وبعده بتقريبا ما يقرب من 100 متر المسرح الكبير، وأيضا هو الستيج الخاص بالحفل الكبير لكارول سماحة وبهاء سلطان. وأيضا بالإضافة لذلك ستبدأ يوم الجمعة بإذن الله السباق الثلاثي، هذا السباق الذي يشارك فيه العديد من المتسابقين من مصر ومن خارج مصر، سباق ثلاثي بالدراجات وأيضا بالسباحة وأيضا بالركض. وتم تحديد بالفعل المسارات الخاصة بهذا السباق ووضعها على الصفحة الخاصة بالمهرجان ليعلم المشاركون أي من مسار سيختارونه ليشاركوا في هذه المسابقة التي ستستمر لمدة يومين الجمعة والسبت. لذلك الاستعدادات بالفعل على قدم وساق، بالإضافة لذلك أيضا استعدادات الكورنيش والممسى السياحي استعدادا لاستقبال الجماهير الغفيرة والكبيرة التي ستحضر غدا وبعد غد لهذه الحفلات وهذه الاستعراضات وهذه أيضا البطولات المختلفة التي ستستمر خميس وجمعة وسبت. أيضا الجمعة هناك فرقة أخرى وهي مسار إجباري ستشارك أيضا في مهرجان العالمين. بالإضافة لذلك بالطبع على بداية هذا الأسبوع ستستمر المسابقات الرياضية مع استعدادات أخرى لبطولات شاطئية ستستضيفها أيضا مدينة العالمين. نعم، أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس، شكرا جزيلا لك. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا أدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان المدن الصناعية المتخصصة نقلة نوعية على طريق التنمية. سلط التقرير الضوء على مجموعة من أبرز المدن الصناعية المتخصصة والرائدة والتي توجد في مصر، كما أوضح هذا التقرير مدى أهمية الدور الذي تلعبه تلك المدن الصناعية المتخصصة في إحداث تحول نوعي بعملية التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. أشار التقرير إلى مدينة روبيكي للجلود والتي تتضمن مدبغة نموذجية تتوافق مع معايير المدابغ العالمية، وأيضا مدينة دمياط للأثاث والتي تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية الذي يعد نواة للصناعات البلاستيكية. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع رئيس إحدى الشركات الألمانية التي تعمل في مجال التعدين فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركة في مصر في مجال التعدين والصناعات المكملة.
في ظل رغبة الشركة في إنشاء مصنع لإنتاج مركب السينايد سوديوم الذي يستخدم في معالجة واستخراج الذهب من الصخور. خلال اللقاء أكد الملا أنه في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده مجال تعدين الذهب في مصر وفي ضوء نجاح مزايدة الذهب ودخول عدة شركات عالمية للعمل في هذا المجال الواعد في مصر، أصبح هناك احتياج لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة جدوى إنشاء مثل هذه المصانع والتي ستوفر منتجات تستخدم في نشاط التعدين. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم في ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات الأجانب وسط تداولات تجاوزت ما قيمة 2.4 مليار جنيه، وقد ربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 0.8% ليصل ويحقق 17763 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفع بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وقفز مؤشر EGX100 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5311 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وبدد التراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا تأثير المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين كأكبر مستورد للخام في العالم، وتقرير آخر أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفعت فيها العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.88% ليصل ويحقق 86.93 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.18% ليسجل 83.09 دولار. صعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.21% لتصل إلى 3.11 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.87% لتسجل ما قيمته 2.94 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض مؤشر الدولار والذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام اليورو والجنيه الاسترليني ورابع وأربع عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.15% إلى 102 من النقاط، وذلك في التعاملات الآسيوية، كما زاد اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.9% دولار، بينما صعد الاسترليني ب 0.14% ليصل إلى 1.28 للدولار. ارتفع الدولار الاسترليني بما قيمته 0.3% ليصل إلى 66 دولار، بيعد هذا هبوط بعدما هبط لأدنى مستوياته منذ أول يونيو عند 65 للدولار. ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة والتي تكبدتها الجلسة الماضية، بعدما خفضت الحكومة الإيطالية من مواقفها أزاء ضريبة جديدة على البنوك. ارتفع المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية 1% ليلة أمس ليحقق ويلامس أعلى مستويات في أسبوع، وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، كما ارتفعت أسهم عدد من البنوك الإيطالية ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين في مرحلة انكماش في الأسعار مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو، في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة كبيرة في إنعاش الطلب. قطع المؤشر نيكي الياباني مكاسب استمرت لثلاث جلسات متتالية مع تراجع أسهم بقطاع البنوك. انخفض المؤشر ب 0.53%، كما هبط المؤشر التوبكس الأوسع نطاقا ب 0.4%. يتزايد الحذر من جانب المستثمرين في بورصة اليابان قبل صدور بيانات عن التضخم الأمريكي. انخفض معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الهند بنسبة 0.33%،
وذلك في وتيرة أسرع من المتوقع في 14 عام مع تكثيف توليد الطاقة المتجددة وزيادة مساحة الغابات. تسير الهند بخطى جيدة نحو الوفاء بالتزام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتقليل كثافة الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 عن المستوى الذي كانت عليه في 2005، وهذا هو أسرع معدل لخفض الانبعاثات حتى الآن، يعود إلى حد كبير إلى توجه الحكومة الهندية نحو مصادر الطاقة المتجددة، حتى مع استمرار الاعتماد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري في ظل الجمع بين مصدري الطاقة. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام ونهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع دينا وأدا. شكرا لك مصطفى. لم تقف الأمية والظروف الحياة الشاقة عائقا أمام تحقيق حلمه، فقد استطاع الشاب التونسي زهير البخاري صنع عالم فني خاص به، حول فيه مشتقات الحديد إلى أعمال فنية مبتكرة. من الخردة وبقايا المصانع والمهملات الصناعية، صنع الشاب التونسي زهير البخري عالما فنيا خاصا به، حول فيه مشتقات الحديد إلى الأعمال فنية مبتكرة. لم تقف الأمية والظروف الحياة الشاقة عائقا أمام تحقيق حلمه. من داخل ورشته الصغيرة وبرفقة مطرقته وباقي معدات العمل، يرسم زهير عالمه الخاص، فهنا يبدأ وينهي يومه المليء بالأحداث والحكايات والتي يجسدها بلمساته الفنية ويشكلها بأنامله. أنا ما نرسمش بداية، أنا نرسم بالحديد، نرسم بالخردة، فهمتني؟ ما نرسمش، ما يعني ما نشوفش تصويرة أكي ونبدأ، ليه ليه ليه؟ نرسمها هنا نتخيلها، مكثريا نتخيل حكايات الناس. الشاب التونسي زهير البخري والبالغ من العمر 36 عام اعتمد في صنع مجسماته الفنية الجميلة على كل أنواع الخردة والتي يجمعها من كل مكان بهدف الحفاظ على البيئة. حول زهير هوايته لتصبح مصدر دخله، يأمل في أن تخرج أعماله الفنية إلى خارج تونس. برغم الصعوبات راك تنجم توصل. الخدمة اخدم حلمتك، حط حلمتك ما بين عينيك قدامك، وباللي مشي ينبروا عليك وباللي مشي يقصوا عليك العباد ما تغزر حتى إنسان، بالعكس كل تنمر راه مشي قويك. بأنامل خشنة وبمواد بالية شكل الشاب التونسي أعمالا فنية عبرت عن قصص من الواقع، وكأنه يحاكي الفرح والحزن في أشكال مختلفة. أعمال فنية جذبت الأنظار في الكثير من المعارض التي شارك فيها. يعتبر زهير نفسه فنانا وليس تاجرا، لكن ظروف الحياة ألزمته ببيع أعماله وصارت هذه المهنة مورد رزقه. ختم نشرة السادسة، هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة. تحفيزاً للاستثمار، رئيس مجلس الوزراء يوجه بالترويج لخدمات تأسيس الشركات إلكترونياً. عشية انعقاد قمة دول مجموعة إيكواس، الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على النيجر. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء. شكرا.